أهلا وسهلا، بدي فرجيكم كيف الحال اليوم، ما تنقزوا. هاي مرة عضلات عضو الإنسان الرجال، قال له يا حكيم فيك تطول لي أكثر من إجري؟ قال له تكرم عينك، أطش له إجري. هذا المهم، العضو ما عنده شيء يفتخر فيه إلا هيك. صارت المرأة منا مرأة ورجال منه رجال، بس attention، بدي اهتمام. كيف بدي يلفتوا لي الناس إذا كنت هيك؟ وإذا عم بمشي الشباب اللي عندنا صاروا وفاتحون زراره ومبينين صدره، راح جوزة بالخمسين بالستين اللي عند الطبيب تبع الضمان، قال له ده عمرك؟ قال له والله ما بعرف. قال له فرجيني شعر جسمك. قال له ايه، بعطيك هيك مساعده ماديه من الضمان. قال له عطاني بس شف شعري ابيض وهيك. قالت له لو شلحت بنطلونك كان عطاك ضمان الاعاقه، شايفك مشلول يا مهره. ما عنده العمر الا فيه، هيدا هو المهره والمشلول، هيدا اجى من الكبد. مشان هيك بدي وتزبو، مين بيفتخر بشو؟ قداشو كبير وقداشو طويل وقداشو هيك، وهي كمان متعلق وبتشد بتمها وتشفر شفيفها، يعني هي هي يعني كم فاك مي بأمريكا، بس شوف عم بتعمل هيك. وحدي بيقول له are you an Arab, you a soul, you need to be fucked, you don't deserve my penis. تطلع عربية مثلنا. العلكة أبشع شيء تلاقيها وحدي عم بتشد وتعلق، يعني تعانيكني تعال تشد. المضغ غير العلك، العلك عم تعلق جسدك، عم تعلق تاريخ، بتصير تشدق بيتمها هيك وتلحويس. كل شيء بتشوفوه هيك، حتى مايكرو كله إشارات وعلامات كبد جنسي. يعني ما رح نطلع منه إلا ما نحط علم فاكينج، علم النكاح، كتاب النكاح بتقروه في صور. مش بتحتي على مكتبة مهمة هون، مكتبة أنطوان، إن شاء الله بيطلع معي منصور وبيحكي هون، ما بيحكي على التلفزيون. قال لي طلع مرتين ثلاثة، ما ضلت أميرة سعودية ما بهدلته وشرمطته، قال لي ما رح يقدروني. اجيت محجبة وعاملة الميك أب والرموش العيارة والضفير وكل هون المكتبة، واشتريت كل كتب البورنو، كل كتب الشرمطة والنياكة. قالت له وين بدي صلي؟ قال لها هي مكتبة مدام، مكتبة. قالت له بس ما في مطرح لسه. طلع فيها كله. قال لها مشان هيك تبهدل الإسلام، من وراك من ورا الشرمطة اللي عندك إياها. قال لها أنا ما عندي دين وما بنتمي إلى دين، في أخلاق. هاي مكتبة هون جاي تنيكي فيها، خدت كل كتب الشرمطة كله. بدي أصلي. فت امبارح لقيت وحدي بس شفتني عملت هيك تاري مكبرة قصة هون. فأرجع هيك رح يهر. بس شفت مريم نور استحيت، قلت لها، قالت لي بس بدي شطشت كميان. تلفنت لوحدة من مصر سؤال خاص جدا، قلت لها ما بجيب على أي سؤال. قالت لي بس اسمعيني، سكرت. اجت من مصر لهون بس تتقلي كيف بدها تعمل شفافة وكسة مثل بعضهم. قلت لها سبقت شراميت لبنان. مشان هيك شراميل بدي $1,000 قبل ما تحكوني، على القليلة بتدفعوا 1,000 إيار مثل ما قال. أنا بدي أعمل لك 1 إيار، هيدا استعبروا معظوم عنا 8 إيار 7 أدار. لا أنا 1 إيار بدي أعمل لك، بدي 1 إيار منكم على القليلة، بدي $1,000 بس بدكم تحكوني تدفعوها سلف سلفيين. وإذا كنتم مهزبين ومناح وإن شاء الله لكم وين ببعدها. مش لعندي وحدة هون حطت $1,000 وحكيت أنا وياها، عندها سرطان براسها، بس خلصت من الكلام رديت $1,000 لإلها، تلعطيهم للأضعف مني ومني. عملت هاي، راحت على المستشفى قال لها راح السرطان، شو عملتي؟ هي طافية، بس لو ما دفعي ما قدري. ما حكيت لها، ما بتقولي ابدا كيف شفيتك.
إيمانك شفاك. وما رح أخبركم شو عم تعمل استاذ ده. ومن غنية لمتهم ألف دولار تجيبتهم حسيت فيها ورديت لأضعف مني ومني. فإذا وقت بتشوفوا هيك صورة وهيك عم بيعملوا بناتنا وشبابنا عم بيصيروا طنطات أكثر كل هو شو بنعمل؟ ليش عم نعمل هيك؟ ليش عم بتصير هي رجل وهو امرأة؟ لأن بده انتباه بس تينك أمه وبيه أو بالمجتمع. هيدي ها هلا هي شو بدها تعمل صورتها هي؟ بس تتفرجيك بزيز وطياس بشبعك اللي منه رضعان من حليب امه بده اكبر بز رضعينه ورضع البقره اللي خي عندها على 6 7 10 بزيز. هلا عم بيعملوا امراه من 6 بزيز نجحت معهم 4 بزيز. ما فيك تشوفن هلا ما في عندنا هالموقع وقع بهالبزيز وبهالجسم. شو السبب اللي خلينا نشوه ونغير أجسادنا؟ اللي جسدك عليك حق بدل المال شو عم تعمل بالمال؟ أنا خدمت مرة هيك بدون أي عملية رجعنا بعدين شيلوا الجلد يلي هي. ولكن لما شافت حالها كيف كانت شو عملت بحالها انتحرت. من بعد ما شافت حالها رجعت طبيعية وهيك قالت لي ما عم فيني انسى التاريخ ليش عملت هيك. بكل بار بلبنان في بار اسمه بلبنان بار ايرو بار ايرو بفوتوا نياكي كلها بلبنان. في شارع هون اسمه مونو كله بارات واشتروه العراقيين. العراقي اجا اشترى الدعارة المسلمين عم بيشتروا أرض مطرح ما فيه نصارى فيعلقوا مع بعضهم كلهم بعدين. بس يا عمي الجامع بدها تقوم لقيمة هن كنيسة وأنا جامع. أنا بضيعة في روم وكاثوليكين ما في موارنة كنيسة الروم وكنيسة الكويت اللي في بينيتهم الممر هالقد بس نلعب بهالممر. دقيت بكنيسة الموارنة ما هيك الكاثوليك روحي اعترفي. دقيت بكنيسة الروم أنا روح اعترف. وشو كان يعمل هالولاد بس يروح يعترفوا عند الخوري الله أعلم. ما هيك عنده كبت كمان مشان هيك الفاتيكان اليوم عم بيعتذر. يعني هالرجال الدين بالفاتيكان 11 ولد بكندا مش بس نيكوون قتلون هو عم بنيكون. وهيك أكترية الجورو أكترية هيك لأنه كلنا ضحية الضحية كلنا ضحية الجهل. أمي عملتني راهبة وبي عملني راهبة وأمي عملتني خورة لأن أنه أبونا يا محترم وبلم الصينية قال له أنا بي بلم 6-7 صوين نهار الحد ومنصرفهم. شفتوا ميل الزكاة وين عم بيروح ابنه للمفتي شو عميل. شفتوا وين عم بتروح هيدي هالأموال اللي بتنصرف الزكاة وبركة وحسن وصدقة. الصدقة بتنحط بعلم أبدان وأديان. بس بدنا نرفع الميزان بالإنسان. مش بدي ارفع لك ايرك وانت فرجيك وانت قضيبك. ما بقى لنا غير هالعلم بس اللي بيخلصنا ابدان واديان. وهذا العلم ما اجى لكل الناس اجى لنخبة النخبة وصفوة الصفوة وخاصة الخاصة. مشان هيك لساني هون صليط وبدي اقول الكلمة مثل ما منقولها ما فيها عيب ابدا. الحبيب قال وانكحوا ما طاب لكم فرجوا قضيب. نحن عملنا عيب وتزفوه ودي حطينا ورقة توت. بس يأكل قال آدم ورق عنب قال ليش لفيتي لي شنتيني ما عنده غير هيدا الشنتين ورقة التوت. في قبائل كتير عايشة عريانة بتروح لعندهم إذا فيك تتعرق. أنا ما قدرت بس بيلبسوك كفن ومطرح ما بتموت بتندفن. وقت جسمك بتشوهه وبتصير تستره بالتياب وبالمجوهرات وشان الشان وتشيرة شارة فيك تكون أجمل جسد وأجمل تياب بتغالي إلا بالغالي. ولكن أنت لبسه مش هني لبسينك. أنت عم بتسوق السيارة أنت عم تركبها مش هي ركبتك.
اليوم انت بتركب مرتك ومرتك بتركب الاولاد والاولاد بيركبوا البسين والبسين بتركب الفرس، وكلنا بنستعمل بعضنا وسيله كوموديتي سلعه. قاعد هو مرته بالقهوه واجت مره بيسته قلت له مني هلا صاحبتي صاحبتك بدي طلقك، قال لها عفاك هلا بطلق سياره ما في سفر ما في هيدا ما كله ما في لحو صاحبك مني هاي اللي معه، هلا صاحبته، قالت له بس صاحبتك اجمل من صاحبته. كلنا منساوي مثل في مصاري. قالت للجارة لجارتها الله جوزي بغيب 11 شهر بيجي على البيت شهر. قلت لها طول بالك. قالت لك يا مطول بالي كل شهر وبيمضي شهر منا طايقته يا نبر ما يغيب 12 شهر. قال لها مامي ليش جارنا هو هيك كريم وبيعطيني بونبون وبيعطيني هيك وبيعطيني هيك ليش متتكلي على البابا؟ قالت له لو اتكلت على بيك ما كنت جيت خيي. كله هيك ما بقى في اليوم بلبنان اللي منا شرموطة منا على الموضة صار الشر موضة. على ايامي كان في حاجة وللحاجة الى سترة يعني كان بي يصرف علي، بعدين شفت انه بي عم يصرف علي بصير يسألني وين صرفتيهم. كبيت بي وكبيت اللي اسمه جوزي اول خرا كان تاني خرا يمكن نسيت كم واحد كبيته ونقيت افضل رجل بحياتي. وبعدين لما نعرف جوزي قال لي ضيعة عم تحكي، قلت له ضيعة عم تحكي ولي مين اشترى لك سيارة مين عم بيع صفعة بنتك وعليك انا؟ قال لي لا بس الناس عارفة. وهيك كنت اختار اللي بدي يقول له بدي مالك يلي انا بمالي ما فيني اشتري علمك وزكاك بدي مالك. نهار ما بلاقي مصاري بدي كبك. ونهار اللي قريت كتاب لأوشو From Sex to Super Consciousness كبيتهم كلهم. قلت لهم يا أشبه الرجال ما في رجل كله بده هالمرة تينيكا وأنا بدي جايبته. قال لي كيفك تعيشي بلاي؟ بروح بزوره أوقات بعد طيب اللي أنت فت على البيت أنا بعدني برا بنيك كنتو عمره 83 سنة ميل ما تسأله قلت له بعدك جاهل وفقير بيخذ له كتب. قال لي وين وصلت كيف وصلت هاي؟ قلت له لأنه أنا منو جمال محمد جه فت قلبي انت لك بالمال من مول لمول بتميله وما حدا لأولادك ولا مرتك كلهم شراميت وكلهم بدو مصريات وهي بدو هي وهيدا بدو هيدا كلهم هيك. فإذا انت اللي بتختار انت شو بدك شو دورك شو جاي تعمل. حدا بحبك إلا انت. بعد لحظة وين بروح شو سبقني؟ قال لي وين الفرش؟ قال لي سبقني على العرش. والحمد لله إذا بتجوا على هالبناية شي نهار بصورها بتشوفوها أوسخ بناية. وإذا بتشوفوا هالناس ما حدا بيحكي حدا كلهم عم بيركضوا. في وحدة فوقي بيت 80 متر صرت شاري 3 بيوت 500 متر و 600. قلت لها أنت معك هيك برحمك وجوزك معه هيك كمو كيف عرفتي بتحكي فرنساوي؟ مش واحد لعنا بيبيع ادوية اعشاب معروف على التلفزيونات عنده هون. قلت له عندك بروستات؟ قال لي مش عرفتي جايك قاعد. قلت له ما من وجهك لو الاعشاب العشابين بتشفي كنت شفيت حالك يا خرا. كل هول اعشاب اخذي وكل الادوية وكل المشافي وكلها كبوا مثل ما عمل الحبيب. قال له ما لك حياة في بني الحجاز عنا شريعة نحن قوم لا نأكل حتى نجوع ومن نام ومن حفظ شريعة. راح لعند الإمام علي قال له بأربع كلمات بشيلك المضغ ثم المضغ ثم المضغ ثم المضغ غير العلكة. فإذا انتعوا تنمضغ 32 مع 32 وبتفوتوا على 64 مجرة وما حدا بجرجركم إلا النور.